هرجع لحضراتكم برضو سريعه مع منتخب مصر الناشئين اللي قرعته تحددت خلاص. البطوله ستقام بطوله العرب في الجزائر، مصر في مجموعه السعوديه ولبنان وسوريا في كاس العرب للناشئين، بتمنى لهم ايضا كل التوفيق. نروح لقطاع الناشئين بالنادي الاهلي. زي ما احنا شايفين قدامنا الخبر، مصر مع السعوديه ولبنان وسوريا في كاس العرب للناشئين. نروح لقطاع الناشئين بالنادي الاهلي. قطاع الناشئين بالنادي الاهلي اللي ابتدى منذ اسابيع الاستعداد للموسم القادم، ان شاء الله يكون موسم قادم خير على قطاع الناشئين بالنادي الاهلي وعلى لاعبي النادي الاهلي. بعد ما حصدنا السنه اللي فاتت من 5 بطولات جمهوريه، اشتركنا في بطوله 2001 و2003 و5 و6 و7. الموسم السابق النادي الاهلي قدر يحصد 3 بطولات منهم، بطوله 2001 و2006 و2007، و2003 حصدها نادي انبي، و2005 حصدها الاتحاد السكندري. ان شاء الله فرصه السنه الجايه يكون عندنا كل الفرق تحصد بطوله الجمهوريه، ويكون عندنا عدد ان شاء الله اكبر، عدد اكبر في الدرجه الاولى، وده الهدف الاساسي من قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. عندنا دي الصور وبعض اللقطات للمدربين واللاعبين واستعداد التمرينات. تبدا 7 صباحا، الساعه 7 صباحا دلوقتي متواجد ميشيل يانكوني حراس مرمى، واضافه كبيره قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. عندنا بروكتش اللي حاطط برامج بدنيه واعداديه دلوقتي لكل الفرق علشان توصل لاعلى معدلات لياقه. ان شاء الله نتمنى ان شاء الله يكون موسم جيد على كل لاعبي قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، والتوفيق للكابتن خالد بيبو. نروح بقى من قطاع الناشئين بالنادي الاهلي لاكاديميات النادي الاهلي، وده قطاع مهم جدا. الاكاديميات قطاع استثماري، قطاع تفريغ مواهب لقطاع الناشئين بالنادي الاهلي، وايضا تفريغ مدربين. السنه دي موجود مدربين من قطاع من الاكاديميات لقطاع الناشئين، فده قطاع مهم جدا. الكابتن عبد المنعم شطه عامل شغل اكثر من رائع مع اكاديميات النادي الاهلي. تحياتي ليك يا كابتن شطه. يا كابتن اسامه مشكرين، الله يخليك، اهلا بيك. الموسم بتاعنا ابتدى في اكاديميات النادي الاهلي بقالنا شهر كده ان شاء الله، الحمد لله، وفي ناس بدات من شهرين. الحقيقه السنه دي قررنا حاجات كويسه جدا الحقيقه، احب ابلغ بيها الحقيقه للساده المشاهدين، انه عملنا الفتره بتاعت التدريبات 11 شهر بدل 10 اشهر، وعملنا تدريبات متخصصه بدني للاعبين اللي هم عندهم زياده في الوزن، عملنا لهم تدريبات مخصوصه، وعملنا مجموعه متخصصه للاعيبه المميزه انها تاخد جرعات زياده عن الجرعات بتاعت اللعيبه اللي موجودين في الاكاديميه، عشان يكون عندهم قدره انهم يتواصلوا مع القطاع لو اي حد منهم طلع القطاع. اتفقنا مع حقيقه مع الكابتن خالد بيبو ومستر مايكل على انه احنا هنعمل اختبارات للعيبه المميزه السنه الماضيه، اللي هم اللعيبه المنتقاه من دوري ثابت البطل والدورات الرمضانيه السابقه، انه ان شاء الله هتعمل لهم اختبارات خاصه اليوم هم مخصوص لكل الاكاديميات في جميع الافرع. هيتجمعوا ان شاء الله يوم 13/8 في اكاديميه النادي الاهلي بمدينه نصر، وهيخضعوا لتدريبات وفرص كبيره جدا لهؤلاء اللاعبون، لانهم كانوا متواجدين معنا طوال فتره الموسم السابق، وان شاء الله من خلال هؤلاء اللاعبون انا متاكد تماما هيكون هناك عدد كبير جدا من المميزين يستطيع القطاع يستفيد منهم ان شاء الله. وده تعاون اكثر من رائع. شفنا التعاون كمان في اختبارات قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، بنشوفها يا كابتن شطه السنه دي ما شاء الله عدد كبير جدا من المدربين وهم بيشاركوا قطاع الناشئين في اختيار اللاعبين، وده تعاون محترم. والله انا حقيقه بشكر خالد بيبو لانه اتاح فرصه كبيره جدا للمدربين اللي في الاكاديميه، اكثر من 18 مدرب تقريبا في الاكاديميه كانوا بيشاركوا في 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 اختبارات قطاع الناشئين، لانه الاعداد كانت كبيره تعدت ال 10,000. فانا بعتقد انه الحقيقه مساهمه المدربين اللي في البرائم وفي الاكاديميه بيشاركوا في مثل هذه الاختبارات. وكمان الحقيقه السنه دي الكابتن خالد بيبو ومستر مايكل اخذوا من عندنا 4-5 مدربين كويس من الاكاديميه يشاركوا في قطاع الناشئين في البرايم او في الفرق، ودي حاجه الحقيقه بتوري قد ايه انه الحقيقه الاكاديميه دي هي مفرخه لكل الناحيه الاداريه والفنيه وكل الحاجات اللي بتحتاج لها الحقيقه القطاع بيحتاج لها. تجد انه خالد بيبو هي اول حاجه بينظر لها، يبص على الاكاديميه من خلالها إذا احتاج لمدربين في أي مرحلة سنية. بنكون دائما الحقيقة يعني سعداء جدا إنه الأكاديمية بتطلع هؤلاء المدربين كمان للقطاع الناشئين، وده شيء مهم. أضيف كمان الحقيقة مستر مايكل بلغني إنه حيكون هناك تعاون هذا الموسم من خلال الدورات اللي هيعملها للمدربين في مرحلة الأكاديميات البرايم
والناشئين طلب مني ان نضع برنامج حي مع بعض، ودي حاجه انا بحيي عليها لانه بصراحه بتفيد المدربين طبعا بشكل كبير جدا عشان يطبقوا كل الحاجات دي في المراحل السنيه المختلفه في الاكاديميه. هي توافق وهي منظومه متكامله، واتمنى انها الحقيقه نستفيد منها ان شاء الله في الفترات القادمه. يا كابتن اسامه ان شاء الله. يا كابتن شطه طمنا برضو او قول لنا دلوقتي، ما شاء الله النادي الاهلي بيفتتح دايما فروع كتير وتواجد كبير في كل المحافظات، يعني الفروع الجديده اللي تم افتتاحها خلال الفتره السابقه او سيتم افتتاحها خلال الفتره القادمه. والله عندنا 4 اكاديميات ان شاء الله هيتم افتتاحهم في هذا الشهر. اولهم الغردقه ان شاء الله، لانها هي مفاجاه من مفاجات الموسم، انه هي بدات الغردقه بدات شامخه. حيث. اول ما بدانا ب 400 لاعب ما شاء الله، وده عدد كبير. دي حاجه يعني صراحه تدعو الى المفخره. وبعدين نشوف الاسباب ايه، تعطش كبير جدا الحقيقه في محافظه البحر الاحمر، والناس كلها يعني مستنيه النادي الاهلي يجي حقيقه في نادي. هنكون معاك ان شاء الله يا كابتن شطه في برنامج الاشبال، هنبعت كاميرا وهنكون معاك وهنغطي كل الامور دي ان شاء الله في الغردقه، ودي بشرى ساره لاهلنا في البحر الاحمر. اتفضل يا كابتن. وبعدين نادي شينزو طبعا في البحر الاحمر هو الشريك الاكبر معانا في هذه الاكاديميه الكبيره تحت قياده الحقيقه كابتننا الكبير محمد جوده، بنشكره جدا على انه يعني تقبل هذه المهمه بشكل كبير. كابتن محمد جوده من نجوم النادي الاهلي، ودي حاجه حقيقه تسعدنا جدا ان شاء الله تضيف لهذه الاكاديميه. كمان عندنا حقيقه اكاديميه في بنها، اكاديميه بنها الحقيقه محتاجين نفتتحها رسميا ان شاء الله الشهر القادم، لانها كانت برضه كمان بحوالي 100 لاعب، وان شاء الله لما نعمل اختبارات قطاع الناشئين في استاد بنها، في استاد حقيقه كليه التربيه الرياضيه بنها، دي هتكون برضه لها يعني شيء كبير جدا في كيفيه انه منطقه مهمه جدا بتخدم جدا، وبعدين غنيه باللاعبين وغنيه الحقيقه بلاعبين متميزين. انا وبعدين الملاعب على اعلى مستوى، عشان كده انا اتمنى ان قناه الاهلي ان شاء الله تكون موجوده معانا في افتتاح هذه الاكاديميه. بعد كده في بني سويف، طبعا بني سويف دي طبعا الحقيقه منطقة مهمة جدا كانت بالنسبة لنا، وجدنا حقيقة جامعة النهضة في بني سويف. جامعة النهضة عاشق جدا، جامعة النهضة الحقيقة دي طبعا رحبت بالفكرة وادتنا ملاعبها، وادتنا ملعب كمان في 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 مركز شباب بني سويف الجديدة، فإن شاء الله برضو دي افتتاحها هيكون برضو موجود. آخر حاجة طبعا عندنا ودي مهمة جدا يجب أن نركز فيها شوية، في المعادي في ميدان فيكتوريا، في مكان اسمه ذا فيلد في ميدان فيكتوريا، هذا النادي او هذا المكان صرح كبير جدا موجود، واحنا ان شاء الله بنحاول نتفق مع المسؤولين فيه اننا نعمل اكاديميه مخصوصه في هذا المكان، يعني الحقيقه مميز جدا في ميدان فيكتوريا في المعادي في دجله في الاخر كده. ودي حاجه انا عايز بس ان شاء الله لما نبدا الافتتاح بتاعها نبلغ حقيقه برضو برنامج الناشئين، وتكون موجود حقيقه في هذا اليوم، يكون موجود معنا هذا اكيد اكيد ان شاء الله هتكون موجودين معاك يا كابتن شطه. ما شاء الله اكاديميات النادي الاهلي موجوده في كل ربوع مصر.